الى عشاق الطبيعه كان يدريكم هذه المشاهد هذه. والحمد لله على نعمه البصر، على الجمال اللي كاين في الطبيعه اللي خلق الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله تشاهدوا معنا الغروب بحول الله وقريب. الانسان يجي هنا هذا الصوت ديال الامواج وهذا المنظر هذا راه يحيي النفس ويريح النفس. اللي بغى يرتاح من التوترات ديال الحياه واخا يخصص مع واحد ساعتين في الاسبوع ولا ثلاثه يستمتع بالطبيعه اللي اعطانا الله سبحانه المنظر ديال الصخر هنايا سبحان الله. الناس اللي حاضرين في هذا المباشر هذا يبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم باش تعم الفائده. ونذكر الناس اللي باقيين جداد على القناه راه كاين عندنا فيديوهات في القناه ديال من اسفل جيل على هنا الشواطئ ديال الجنوب مريصات سيد غزيا الوياد وما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم وباللايكات كذلك ودعموا القناة بالاشتراك. الناس اللي باقي ما مشاركينش يدعموا لهم مشاركة وفعلوا جرس باش توصلوا لكم جديد. هذا المنظر ديال الغروب